انا قاعد نطور شوراش. اتنسيو انا لا اطمع في احد ولا اخاف منه ولا احد له دين علي. جدد حتى اللي كان عندي حق الله حتى وعرفت اني عملاق والعملاق. انا وقح وبنضي. انا فنان قيران فنان ما قريته. انا ماني فنان. قال يا صفيف يطير فضل قاعد سكر فضل ما يخالق. والله يقولون هذول المريتانيين اللي مشقر شيء يجيب شيء في مكانه. لا لا ابدا 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 ما هو مره ولا مرتين سابق جيت من شارب الدهلك. انا اسال هو من يسوون اذا ما وجد ما رايك اللي باقي عنه المقاطعه تشوفون يقولون عني انا الكلام. ما قد انا فنانه كبيره وعشت حياتي كامله قاعد ما هو مريتان بي الكبر بعد يعني من نفسي مريتان ما قدرت ارفد. انا محسود فهم اللي يقوله انا هم وحدين حاسدين. كيف يقولوا لحد ما هو شيء حد ما هو شيء انا ما يعرفني بدي نقول لك انه مجروح مش معاك نقول لك في كذب اذا ما حد يقول لك في الجرائد يقول انا نوعك ما ماله ما يقد لكن لا رايهم هم قال المشاهد قال المشاهد عندي محل زويق صح السؤال كيف ما فهم حتى انا ما فهم هذا الناس ما يقولوا سبه واحد وين تقابل معه نجي خرجت ولين يقول لي لان اللي قال لك ما هو حق ومستمع ما يقدر مضبوط كان لكن قال صفر صفر dans des journaux comme ça je serai prêt à les répondre. مشاهدي الاعزاء نحن معكم في حلقة جديدة من برنامج فنون. ضيف هذه الحلقة هو احد رواد المسرح ورواد السينما ورواد الصحافة ورواد ما شاء الله ورجل شامل وكشكول تبارك الله سبحانه وتعالى هو زميلي واستاذي استاذ عبد الرحمن احمد سالم. اهلا بك. اهلا وسهلا. قاعد كنا نتكلم عن حد ما هو انا كيف هذا كله مو المار كان مو في معقولة هذا من التعدال والزين والثقافة وما هو فيك ما تبارك الله فيك. حتى أول واحد منهم قال لنا نبقي أستاذ عبد الرحمن يقول لنا سبب تسميته أحمد طوطو. كنت أنا عبد الباقي محمد علي بركان رحمة الله عليه نعدوا فيه برنامج نقال ابتسامة من 30 ثانية يجي سابق نشرة أخبار كل مرة في تلفزيون موريتانيا. تلفزيون موريتانيا حق الله. وجينا ذا الاستديو بريد بالتحديد وكان هون فال المينيزي وعدلنا رحمة الله على الشيخ فال ومشينا لود الموضوع ولارينا موضوع تم يخلنا على المتحف الوطني وهو في معرض معدين الفنانين تشكيلين في لوحات كبيرة وباركين تفن وشرح والتشاحقات والتداخلات في غياهيب يذيك بعض كلمات مشينا حقنا نعد وحلقة أنا فنان تشكيلين قال أحمد طوطو وهو صحفيين قال حبير طرب تقول بسمير روسكو وأنا عندي لوحة كبيرة حي لأنها قد هذه الشاشة مرتين مين قال انقط هي لوحة كبيرة غير ما فيها منقيطة واحدة صغيرها بالسيف تشوف تيزد أنا تفسف نقول ها ذاك بعض يقول فنانين تشكيلين مشات أنا أحمد طوط من ذيك الحلقة ذيك سبحان الله وزيانت عندي بيلي زوينة أصلا عند ارتباط بالتاريخ شايع تبارك الله ويصلا شنو أحمد طوط أحمد طوط لعبة تعدل للشاشة منين عدو رواية مشات وبطات تمويل تاو عن العطش باسم الألعاب من ضمنهم أحمد طوط يتم تنباط ترابي توسل بحق أحمد طوط وجريوات وغلاغ وغنيمات حق الله لك بسبب تسمية أحمد طوطو كانت تبارك الله اسما فنيا ورائعا أيضا وشائعا تبارك الله حالك الناس بتخيل عنه جزء من اسمي يقول لي الأستاذ أحمد أحمد طوطو أحمد أنت أحمد سالم متخيل أنها متخيل أنه مثلا يحترمني طوطو ما زين عادي يقول لي الأستاذ أحمد وتو يسكت خالقة مرة كنت أنا بطمق عرفة في سين كيم هذه كنت أنا واحد في سين كيم تميتني خالي الشاشة ذيك الساعة ما أنقل أخذ زمن شلح هذا صعيب مشينا في الشوارع منين هم الشاشه يتعيطوا خارج يصير يختار يقول لاصحابه انه احمد طوطو غير ناسي كان انا احمد طوطو ولا بط مقعور هو مات عنده الوقت كان ما رايك محمد مقعور احمد مقعور خلنا نقول احمد بط مقعور واحمد طوطو قلت له موريتانيا ذاك لها 70 سنه المسرح قابل يتقدم فيها السبب شنو؟ مدرا كانوا في الشعب الموريتاني مدرا كانوا في المسرح نفسه قال ما يقدروا ينبتون في البلد والله لا بالرغم على الموريتانيين اللي تشوفهم لو مالك هما شطاح ورقاصه وفناني واذا كامل اللي تراعي فيه من القيود المنتشليه كله وهمي معناها لا يتجاوز شوي لو مالك هو واحد ما عنده قيد شنو؟ ولا الموضوع ما مرتبط بالمسرح وحده احنا مجتمع ما يكمل مسيرة الرواية حد متخصص على الاقل اللي تريد استنبتش اللي يبتوا على قاعد وينمو حد ما متخصص تم
فيري من هون يجهرهون يتشهون يفتحون يتشهون يقفون يتنفسون غير متخصص لا 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 يعدل هذا في ارض لا ارض قابله عنها يستمر فيها شيء انتبه لنا باب متخصص ايوه السينما متخصص يقول ما ريت ارضيه والله اجواء زاد متجاوبه على الاقل بدات هون علمت تركه في انديه والروابط بدل من عني نجبر فرصه على اني ننمي فيها والله جرى فيك تراكم اللي خذيت من الاكاديميه شيء تعليم معناه الموضوع ما يحل التخصص احنا تشوفنا الشباب وتخصص احمد حبيب تخصص تقي تخصص عزيز تخصص احمد مولود تخصص تخصص من تخصصات ما هو جاب يا غير كل ما تخصصت انت غير ما تخصصت انا متخصص انا مال بوتيك بوتيك شنو واحد نتكبوتو ما تخصص تقدر تفلسف في المسرح وتفلسف في السينما وانت متخصص ما كيف ماني متخصصتو قصير والله ها هذا المسرح وهذا السينما اللي ما عندهم تخصصهم واحد منهم هو لك هو يقدم نفسه يتبارك يقرب يتبارك يعطيه يتبارك يعطيك كذا ما رجال انت عنه فيه نوع من الوقاحة شوي والله جسارة والله وقحة بشكل غريب كيف وقحة كيف وقحة وقحة وتو بدل دو صف تنتبين رجال ما متخصص له وقار وياه يقوم يقدم نفسه هذه إيه. وقاحة ولعب على عقل عقول الناس السينما تبنضي في الناس تبنضي انت عارف انك كلمة شيء علاش تقدم نفسك انا وقح وبنضي انت أستاذ عبد الرحمن سينما بدأتها أيضا ما شاء الله عدت دار السينمائيين وانتشرت تبارك الله وهشات ياسم الشباب وعمتك ثقافة وعمتك كذا وانتشر عقبتهم بطحتوا شنو السبب؟ والله قال ما اتفق مع عينكم بطحتوا ولا ما بطحتوا؟ هذاك بعد ما كنت قاعد معك يعني مقطع عيني فشلتوا في مشروع دار السينما ولا ما فشلتوا فيه؟ ما ظهر لي دار السينما ما فشلت وين هي؟ هي قالت حالنا اللي عنها شقرية من ديميسيز يعني شقرية من 6 سنوات ما تجي مديرها يغير ذاك حالتها حالا يسول عنها المديرين حالا هل بدأ طيت أنا فيها ما في ست ذاك يسول عنها اللي قبل يسول عنها ذاك الناس الجاورة يعني فيها في هون السيلة وكلها محرج ما أنا بعد ما عندي شيء محرج أنا بالنسبة لي ما نبقي نطرحهم لأنهم لا نطرحهم أنا عندك قولوا طوطو بكل أسف هتقيمكي باطل معنا قلت لا علينا ما هي مهمة مهمة أستاذ عبد الرحمن شنو رأيك في المثقف الموريتاني كلمة واحدة مفيد اللي نعود يبغيها ومخادع اللي نعود يبغيها مثقف يقعد مخادع يا أخي الأمي لا يخادع الأمي الأمي صادق لأنه ما عنده من الثقافة بس يقدر يخدعك غير المثقف عنده من الأدوات بس يقدر يخدعك بالكذب غير حد مثقف يا تقول عنده على الأقل فهم الثقافة وفهم الأخلاق وقد يعود الرجال ما مخلط فيه الرجال يعود مثقف ولا أخلاق لا أخلاق له قد يعود خلوق ويقد نادرا تعود يلي زين يعود مثقف وخلوق مسرح مسرحيين كلمة واحدة مسرح ولا المسرحيين مسرحيين مسرحيين فاشلين مسرحيين موريتانيين مسرحيين موريتانيين ما عندهم ما فاشلين مسرحيين موريتانيين من أروع الفنون وامتن ثبات أهلها امتن ثبات أهل الفن على اللي قدموه أهل المسرح ما قد خلقت فيه قطيعة ما هو كيل فنون أخرى تشكيلية ولا سينمائية مسرح من ساعة السنتة اللي هو لا 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 العلم لا مرفوض يسلم كل مرة للرجال المسرح من أحسن سياسيين كلمة واحدة ما نتكلم في بولتي بولتي تقول واحد إنك كبرها بولتي يا عم مني معناها بولتي معناها ذكاء و و و و والقدرة على ينقل الطب اللي قالوا هذا بولتي السياسي ينقل لك عنه ما هي قد يعود ما لا يتفق معك في الرأي ولا يتفق معك لا ولا تشبه ولا كم تشبه غير يصادق الجميع قال لك على عبد الرحمن من هيش أكبر الفنانين والتانيين وأكثرها بوليتيك لأنه علاقته له بالدولة ومرة يوالك هو في المعارضة ومرة يوالك هو كذا معارضة ما قطعت فيها الدولة ما قطعت فيها أنا علاقتي لا بالبشر ما هي بالمؤسسات تقولني واحد من البوليتيك لا المعارضة بلا أي قمة البوليتيك قلت البوليتيك قمة التجارة التجارة كنت تقول بين تمضي والتجارة انت جايب لدرتول الاستفادة من انك مضامن معاهم ولا ايش اخوتي الاثنين نبغيهم الاثنين احترام الاثنين ما غاديين بعض استاذ عبد الرحمن نعم حبيبي
رائع، حديثكم ممتع، مثقف درجة الأولى، عالية والأخلاق عالية، الثقافة عالية، حطيني خيرك. ولا ومن يجي يسمعك ما يمد من الحديث، تبارك الله، لك عندك تبارك الله القدرة على المسايرة وعلى المجاملة وعلى التثقيف وعلى التوعية وتقديم، ولا تقول كلمة ما هي عندها تبارك الله فيها استفادة كذا. كنت في برنامج لا تضع في حد سلطك علي واحد يقول للمشاهدين برنامج لا تغضب في رمضان، لا تغضبوا، وخصوصا لا تغضبوا من باب أمين، لأن باب أمين إنسان ملائكي ما عاد شي غضب. جيت طيت وقتك كله للمسرح وبنيت جيل جديد، ردمارت مشهد ولا قط بدن، طرح سلاحك من يوم جيت سلاحك بدن، قدرك عالية التقدير، عالية التقدير من حقك أن تسمع مني مشابهة، وما خفي أكبر وأعظم من تقديرك. الله يحفظك، الله يحفظك أستاذ. رمضان كريم لكل الموفقين والموفقات. كنت ممتعا. أنا قاعد نطور شراش. أتنسيون، أنا لا أطمع في أحد ولا أخاف منه ولا أحد له دين علي. جدد يا حتى كان عندي. حب الله. حتى وعرفت إني عملاق والعملاق. أنا وقح وبنضي. أنا فنان. أقرأ أنا فنان. فنان ما قريته. أنا ماني فنان. قال الصيف يطير فضل قاعد سكر فضل خالق قاعد والله يقولون هذول المريتانيين اللي مشقر شيء يجيب شيء في مكانه. لا لا ابدا 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 ما هو مره ولا اثنتين سابق جنت من شارب انا يا اسال هو مني جمهوري بعد ما وقت ما رايك انا باقي لي عنه المقاطعه تشوفون يقولون عني انا ذكر ما قد انا فنانه كبيره وعشت حياتي كامله قاع ما هو مريتان بير كبر بعد انا من نفسي مريتان ما قدرت ارفد انا محسود فهمني نقول انا فهم وحدين حاسدين كيف يقولوا لحد ما وشي حد ما وشي انا ما يعرفني بدي نقول لك انه مجروح مش معاك نوقف لك في كذب اذا ما حد قد يقول في الجرع يقول انا نوقف ما له ما يقد لكن رايهم هم قال المشاهد المشاهد عندي يوم حد زويق صح السؤال كيف ما فهمت حتى انا ما فهمت هذا الناس ما يقولوا السبه واحد وين يتقابلوا معاه نجي خرج تولين يقول لنا اللي قال لك ما هو حق ومستمع ما يقدر مضبوط كان لكن قال صفر dans des journaux comme ça je serai prêt à les répondre.